السلام عليكم الخوت، ومرحبا بكم مجددا في توقعات مباريات كرة القدم ليوم الخميس. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، وكنتمنى التوفيق للجميع. كيف ما العادة اخترت لكم بعض المباريات، من مباريات يوم الخميس، كذلك مباريات من كأس العالم، وبعض المباريات من البطولات الدولية. كما كتلاحظوا عندنا هنايا المباراة اللي اختاريت في هاد اليوم الخميس، تقريبا شي 9 ولا 10 ديال المقابلات. المهم نبداو التوقعات ديالنا بأول مباراة من القسم الوطني الثاني الهندي، بين فريق سيرينيدي وفريق ترو. كما كتلاحظوا بأن ترو في المرتبة الرابعة ب4 النقاط، فريق سيرينيدي في المرتبة السابعة ب3 ديال النقاط. آخر مواجهتين فرد فوز سيرينيدي ب3 الأهداف لواحد. قلنا فوز سيرينيدي ب3 الأهداف لواحد آخر مواجهة بين الفريقين. لذلك حنا دي نلعبو هاد المباراة، نلعبوها عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف، هادي نلعبوها بليس دو تخوا بيت، عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. ننتقلوا للمقابلة الموالية، هذه المباراة من كأس العالم بين المنتخب السويسري والمنتخب الكاميروني. هذه تكون هي مقابلة قوية. كذلك كما كتلاحظوا بأن بعض المباريات ديال كأس العالم اللي عرفت فيهم المفاجآت، كذلك ديال فوز المنتخب السعودي، كذلك فوز ديال المنتخب الياباني. كأس العالم مختلف تماما، فيه بعض النتائج اللي كتوقع اول مره، فهمتي. المهم حنايا هاد المباراه هادي غادي نلعبوا فيها لي كورنيغ، غادي نلعبوا فيها بلوس ديال 10 ديال لي كورنيغ، 10 ديال الكورنين، ما عرفتش كندير نكتبوها، ديال كورنيغ، كورنيغ 10 ديال لي كورنين. ننتقلوا للمقابلة الموالية، كذلك من القسم الوطني الثاني الهندي، بين فريق كينكري مع فريق تشولشر برادرز. إذا مشينا ترتيب فريق كينكري في المرتبة التاسعة ب3 نقاط، تشيلشر برادر في المرتبة 11 بصفر نقطة. هنا المباراة غادي نلعبوها بليس دي طروابيت، نلعبو عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. ننتقلو للمقابلة الموالية من الدوري الهندي، القسم الوطني الأول، بين فريق أوديشا مع فريق شيناينين. إذا مشينا للترتيب فإن فريق أوديشا في المرتبة الخامسة ب12 نقطة، فريق شيناينين في المرتبة السابعة ب10 ديال النقاط. آخر مواجهة عرفت التعادل، هدفين لمثلهما، كذلك فاز شيناينين هدفين لهدف. حنا غادي نلعبو هاد المباراة، غادي نلعبو كلا الفريقان يسجلان، غادي نلعبوها جول جول. ننتقلوا المقابلة الموالية من كأس العالم، بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الغاني. هذه هي مقابلة قوية، المنتخب البرتغالي هو منتخب قوي، كذلك المنتخب الغاني. حنا دي لعبوا المباراة فوز المنتخب البرتغالي، هذا لعبوها 1-0. فوز المنتخب البرتغالي. ننتقلوا المقابلة الموالية من الدوري السلوفاكي، بين فريق دينامو ستريدا مع فريق روزون بريك. إذا مشينا للترتيب فإن الفريق المستضيف في المرتبة الثانية ب35 نقطة، فريق الضيف في المرتبة الخامسة ب23 نقطة. الفوز ديال فريق دينامو ستريدا دي يخليه يلتحق بالصدارة،
داك حنا دي لعبوا فوز ديال الفريق دينامو ستريدا دي لعبوا واحد واحد فول تساوي انتقلوا المقابلة الموالية بين سلوفان براتيسلافا مع فريق مورافتشي إلى مشينا لثلث فاينال سلوفان براتيسلافا في المرتبة الأولى ب 38 نقطة، فريق مورافتشي في المرتبة العاشرة ب 18 نقطة. ذلك حنا غادي نلعبو فوز فريق سلوفان براتيسلافا، غادي نلعبو واحد فول تايم. مقابلة مقبلة ديال فريق ترنافا مع فريق ميتشالوفتشي، هنا هاد المباراة هادي غادي نلعبوها بليس دو تروا بيت، بليس دو تروا بيت، عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. آخر مواجهة في الفيديو بين المنتخب البرازيلي مع المنتخب الصربي، هادي مقابلة قوية. عندنا الحين كاين هذا المنتخب البرازيلي والخبرة عند اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي، لذلك حنا غادي نلعبو فوز المنتخب البرازيلي، نلعبو واحد فور تاي فوز المنتخب البرازيلي. المهم إن هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى التوفيق للجميع، تهلاو في ريوسكم إلى فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.